زارتهم قبل 2000 عام ورحلت، لكنها لم ترحل من قلوبهم، فالمصريون اتفقوا على حبها وتكريمها سواء نادوها بأم النور أو سيدة نساء العالمين. وهنا في كنيستها الأثرية بمنطقة مسترد بالقاهرة يتوافد الآلاف طلباً للبركة خلال 15 يوماً هي صوم العذراء، عبر احتفال سنوي يدعوه البسطاء مولد العذراء. يومياً الزيارات ما تقلش مثلاً عن 20-30 ألف، الجمعة بقى والحد يمكن تعدي 70-80 ألف، 100 ألف. كثيرين من إخواتنا المسلمين بيجوا بيندروا بيتشفعوا بالعذراء، وإحنا بنشوفهم بنفسينا، لأن العذراء ليها كرامة في العالم كله وعند كل الأديان. بحبها مش قادر أقول لك أنا محبتها قد إيه، يعني إحنا عيال صغيرين وبنجي كنا أطفال وبنجي مس من المطرية هنا، وكان لنا حد في كياك كنا بنعمله كل سنة، بعدش ورئيس وسمك كنا بنيجي نعمله أنا ومبيت قلبها. أطفال أو كبار يستمتعون بوقتهم في زيارة قد تستغرق عدة ساعات، والبعض حضر هنا بحثا عن الرزق، فرغم غلاء الأسعار لا زال الكثيرون يحرصون على شراء الحمص والحلوى وغيرها، إن لم يكن على سبيل الجوع أو الاحتفال فعلى سبيل البركة. باجي هنا باكل عيش ومحدش بيضيع عليا، وهنا كلنا واحد يعني ولاد عم، ولا مسلم ولا مسيحي، ما فيش أي حاجة، الحمد لله تمام يعني. عبر رحلة استمرت 3.5 سنوات زارت العائلة المقدسة مصر من شمالها إلى جنوبها، زيارة جعلت من أرضها امتدادا للأراضي المقدسة ومزارا لملايين الحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم. كنائس كثيرة في مصر تحتفل بصوم السيدة العذراء، لكن لكنيستها الأثرية بمسترد مذاق مميز، مذاق يحمل بركة تلك المغارة التي زارتها العائلة المقدسة ومياه تلك البئر التي شرب منها المسيح. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.